الحضور ديالي كمطالبه بحق مدني. جيت انا اي جلسه واي يعني استدعوني المحكمه ولا استدعوني الفرقه ولا استدعوني البوليس ولا استدعوني الشرطه القضائيه تنمشي قبل الموعد. انا كنت هنايا مع 9:30 الصباح تنتسنى بدات الجلسه حضرت شفت شنو كاين. انا حنت يعني متبعه هادشي حنت يمكن المطالبين بالحق المدني في هذه القضيه هذه يمكن قلال. كاين انا كاين الاستاذ المديمي وكاين استاذ مصطفى ماهر. يمكن ضفت لنا الفنانه سعيده شرف انا عاد سمعتها قبيله في المحكمه. يعني الاستاذ المديمي ما كاينش نتوما عارفين علاش. يعني الا ما جيتش انا شكون غادي يحضر؟ فهمتي؟ يعني خصني لابد نحضر وانا اي وقيته تنحضر وخصني لابد نحضر حيت هاد القضيه قضيه راي عام. يعني ماشي من حقي انايا نتهاون ولا من حق الناس اخرين يتهاونوا. مطالبه بحق مدني نحضر باش نشوف حقي فين غيوصل ونشوف القضاء ديال بلادي شنو غادي يكون الكلمه الاخيره ديالو. انا كنت متاكده غادي تحضر حيت الجلسه اللي فاتت ما حضراتش والجلسه اللي قبل منها ما حضراتش. الظروف ديالها ولكن هذه الجلسه كنت متاكده انها تحضر حيت ما بقاش ليها يعني اي تبرير انها ما تحضرش. لا ما تعاملت حتى شي. كل واحد جالس في بلاصتو كل واحد جالس في هذا ديالو. وقفت مع يعني في قفص الاتهام مع المتهمات ودارت يعني المرافعات ديالهم الهيئه الدفاع ديالهم الهيئه الدفاع ديالنا وتطلب ان تاجل القضيه. الجلسه تاجلات اليوم 28 في هذا الشهر ان شاء الله. يعني بعد يعني ما بقاش بزاف. حنايا الطرف ديالنا حنايا الهيئه الدفاع ديالنا حنا اللي طلبنا التاجيل الاسباب اللي عرفها الاستاذ صباري وانا تنشكره من هذه المنابر. تنشكر الاستاذ صباري لانه وقف معنا وقفه رجل من اول يعني لهذا الملف لحد الان وانا عرفت انه عمره ما غادي يتخلى علينا وهو تطوع يعني تطوع منه انه قابض هذه القضيه ووقف مع الضحايا تطوعا منه. لا ما كان حتى شي مواجهه درناها دازت المواجهه تخداو الاقوال تخداو الدلائل تخداو البراهين وصافي. دابا راه غير تنتسناو القضاء يقول كلمته وصافي. ما شفتش انا كاع في وجهها باش يبان ليا الخوف ولا ما يبانش ليا الخوف. انا هادشي ما عنديش. شوف انا هادشي ما عنديش فيه سوق. انا تنعرف ان اللي دار شي حاجه غياخذ العقاب ديالها. الا كانت هاد السيده هادي ما دايره والو راه ربي غياخذ ليها حقها وما غاديش تدخل وغادي غادي تاخذ البراءه ديالها. ولا كانت دايره راه العداله والقانون والعداله الالهيه والعداله السماويه غتاخذ حقنا وحق الناس اللي ظلموا في ذاك الحساب. ليلى ماشي مطالبه بحق المدني في هاد الملف. مطالبه بحق مدني ديال الملف يعني ديال حمزه مومبيبي. هادي حاجه اخرى. الجلسه الاخرى غيكون فيها لا صافي. الجلسه الاخرى غيكون غيتخاذ القرار النهائي ان شاء الله بحول الله وغادي نشوفوا القضاء اللي كنا ثقه فيه غادي يقول الكلمه ديالو الاخيره. الحاله الليله تتسلم عليكم الحمد لله دازت عليها مسكينه واحد الظروف قاسيه بسبب هذا الملف بسبب التاثيرات بسبب يعني داكشي اللي تيوصلها داكشي اللي تتشوف يعني بزاف ديال الحاجات اللي تاثرت بها ليلى. من الحمد لله ربي كان معاها ودعوات الناس كانوا معاها. انسانه طيبه ورائعه والله يخليها لنا ويخلي لها بنيتها. انا تعرضت للمضايقات عامين هادي وانا تنتعرض للمضايقات للتهديدات لهذا ولكن انا يعني عندي واحد قوه الهيه تعطيها لي سيدي ربي اللي مخلياني ورضات الوالدين مخلياني واقفه لحد الان واقفه قدامكم. ومادام تنشوف ان ربي جاب لي حقي قدام عينيا وتنشوفه قدام عينيا يعني ما عندي مناش نخاف. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وان اتفق الجن والانس على ان يضروك فلن يضروك الا بما كتب الله لك. يعني يديروا اللي بغاو يديروا عمرهم ما غادي يوصلوا لذاك الشيء اللي بغاو مادام ربي معنا ورضات الوالدين معنا.